في عام 2007 منتسب تم تكليفه بواجب عسكري، مذكرة اعتقال، وتحديدا في خارج محافظته في الكوت. صارت بينه وبين الطرف الثاني مواجهة. عام 2011 تم اعتقاله، وبحسب ما تحدثت به والدته أنه تم تعذيبه ومن عرض أمام القاضي حكم بالإعدام. حتى يكون عندنا معلومات أكثر، وليد الصالحي مراسلنا في كربلاء كان قريب من والدة هذا المحكوم، وتحدث معها وحدثتنا عن خفايا هذا الموضوع. خلونا نشوف. حجية، احنا برنامج لوكيشن سمعنا بقضيتكم، شنو ابنك وشنو اللي حصل له وين هسه هو؟ تفضل. والله أنا والدة المظلوم المنتسب علي محسن، والله هو الولد طالع واجب، موجب مذكرة اعتقال صادرة من الاستئناف الكوت بال2007. هو من كربلاء لكن يداوم بالكوت، طلع واجب بالعمليات العسكرية. هم من طلبوهم رايح، يعني هو بالدوام، فادعوهم بأن هو المفرزة كاملة تطلع شو اسمه بموجب مذكرة اعتقال. فهو من راح هناك صارت مواجهات بيناتهم، وراحت القضية هي من 2007 راحت القضية ولا ندري احنا بها اصلا. شو بال 2011 لزمه لابني، من هو كان طالع واجب هماتين، جاي من الواجب اخذوه راسا ودوه حاكمه خلوه، يعني اعتقلوه. شنو السبب؟ دعوهم على اساس هو شاهد على القضيه، هو شاهد على المواجهه، يعني طالعين واجب كانوا على مجرم او مطلوب اربع ارهاب بالكوت وتواجه ومات المجرم. ما ادري هو لو واحد من عندهم مشتكي، هو نفسه علي المذكرة اعتقال، هو راح اشتكى عليهم على هالمفرزة هاي. شو من راحوا الجماعة هو على صفة شاهد لهناك من التعذيب اللي خالعين شتفه ومن غير الفلقة وتشوي هذني كلهن تحملهن، يقول يوم حتى الفلقة، يقول لزموني هي، يقول هسه يبطل، هسه يبطل ماكو تالي تحكموا اعدام. زين انت يا القاضي، انت دازيهم بصفة، يعني لزمتوه بصفة شاهد، شلون تحكمه؟ زين وانت الموافق على مصادرة هاي اللي مشتكي على ابنك ارهابي علي مذكرات اربع ارهاب وامر قبض، شنو صار بالمحكمة من رحتي؟ من رحنا ما خلوا المحامي يدخل قاعة شو اسمه المحاكمة هي بها الجلسة، واني خلوني برا ما خلوني اطب. فمن كملوا الجلسة وطلعوا ابني اجى منهار، قلت له هاي مش بيك؟ كان يقول يما حكموني اعدام، يعني حتى احنا ما فهمنا القضية شنو؟ زين شنو اخذتوا شاهد؟ شنو اعطيتوا مذكرة اعتقال؟ يعني ما نفتهم شنو القضية؟ ليش لافوها على ابني؟ والله ما إله دخل. يعني مشهود عليه هو وحده، كل مكان شارك هو، يعني ماكو اقول لك والله 100 مكان راح اصلا كله يشهدون به بان اخلاقه حلوه واذن الشغلات اللي مسويها، غير هو ده يحافظ على البلد. زين هو ارادته راح لو هم دزوه غير اداء واجب، زين الحكومه هيك تواجهه غير تجازي بالشيء الاحسن، خو مو يحكموا اعدام. كم طفل عنده؟ 3 بنات. بنات زين صغار عافهم؟ اي والله هاي كانت تصحف البنيه. شلون كان انت بنت ابوك يعني المنتسب؟ اي انا اشهد مصطفى الكاظمي وفاق زيدان بالافراج عن بابا، بابا مظلوم، يعني شنو ذنبه؟ شيلي عن بابا. شنو ذنبه؟ هو راح واجب، شنو ذنبه يتهموه بشغله ما مسويها؟ قصرش مشاكل صار 12 سنة. مع السنة؟ ايه. كان عمري 3 سنوات، هسه عمري 15. طالبين رئيس الجمهورية يدخل؟ ايه اطالب اناشد مصطفى الكاظم وفاق زيدان بالافراج عن بابا. يعني هو عسكري وراح ادى واجبه، راح يحمي الوطن، هاي مجازاته؟